السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا ومشاهدينا في العالم، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة تعليق أبو السيور ضاغط، والنهاردة هندخل الحب ده هو مزرعة المتواضعة. هنطلعه البيض ونحطوه في البلاستيكة دي، ممكن كده هنحطوه في الحوض بتاع الجزاز دي، عاملين بلاستيك اهو تماما، هنحضره في البيض ونحطه في البيض جوه. ودي متخرم خروم صغيرة هنا عشان خاطر البيض يكتمل التحضين، وان شاء الله يطلع التعابين الصغيرة ونشوفوها مع بعض ان شاء الله بصوت وصورة ان شاء الله باذن الله. احنا ان شاء الله هننزله هنا الحوض دي بتاع تعابين ابو السيور، تمام. ودي حوض الكوبر، دي حوض الكوبر تمام، وهوريك حوض الكوبر ديت نظامها ايه بالظبط. واحنا ان شاء الله باذن الله هننزله في الحوض اهوت، وادعوا لنا ربنا يصورها معانا يا رب. بس احنا هنكفي الحوض بتاع الكوبر عشان خاطر الامان، لان الموضوع ده هو ما فيهوش استهتار بيؤدي الى الوفاه. احنا ان شاء الله هننزل الحوض اهوت، ممكن الكاميرا تجرب تورينا حوض السيول. تعبان ابو السيور باط، فاحنا ان شاء الله هننزله النهارده في الحوض بتاعه. البيض اهو زي ما انتم شايفين، البيض اهوت، وهننزله تحت ان شاء الله، نحط البيض في العلبه بلاستيك ان شاء الله باذن الله. انتوا شايفين الكاميرا اتكرر اللي تعبان، ادي يا حبيبي اديني بص الحوض اهوت. ان شاء الله باذن الله هنطلعه البيض. البيض يا جماعه مش هنحط زي ما هو، البيض زي ما التعبان بيضه في المكان هينشال بالراحه كده وينحط في نفس المكان، عشان خاطر ايه لو قلبناه شمال ولا يمين ممكن ايه ما يطلعش البيض، ما يكتملش النمو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، وطي الكاميرا ايه، نزل الكاميرا تحت ايه على بتاع دي ودي، وانا نشيل البتاع ادخل بره طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التعبان حارس البيض بتاعه، تعبان حارس البيض بتاعه تمام، حارس البيض في المكان دي. فاحنا ان شاء الله هنسيبه نطلعه بصراحه هو يروح تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، البيض زي ما هو كده هنشال كده اهو تمام، هينحط اهو، هينشال اهو. الكاميرا واضحه معايا؟ الكاميرا واضحه؟ خليك بره بعيد، خليك بعيد. هينشال اهو وهينحط اهو في نفس المستوى. يا عم روح، يا عم بعد عني بقى التعبان، التعبان مش عايزني، التعبان شكله مش عايزني ناخد البيض. فاحنا دخلنا جوه المكان بتاعه واقتحمنا عليه المكان، وهناخد البيض وهنحطه في البتاع دي في البلاستيكه دي. شايفين ده اهو يا جماعه، زي اهي هنمسك البيضه بالراحه على ما هي كده، اهي اهي زي ما هي كده اهي، هينحط اهو تمام.
اهو شويه شو بالراحه اهو كده طلعنا 7 بيضات. تعبان ابو السيور بيبيض من 10 ل 18 بيضه تمام، ومده الحمل بتاعه من 40 ليوم ل 50 يوم، والتحضين من 50 ل 55 يوم. فاحنا ان شاء الله هنطلع البيض دوت بره وعشان خاطر ما يطلعش جو حار بس النهارده تمام. يا رب احنا الحمد لله تمام. خد البيض، خد البيض من ابو السيور اهو، انتوا شايفين اهو ذكر وانتهي بعضه 7 بيضات، لان التعابين ديت في واحد هيسالني بيقول لي، في واحد هيسالني الوقت بيقول انت قلت يا عبد الحميد من جنب شويه بيبيض من 10 ل 18 بيضه في السيوف وهو بايض 7 عندك، ايه السر يعني؟ السر يا جماعه على حسب حجم التعبان، ممكن ابو السيور بيبيض 5 بيضات 6 بيضات، بس هو لما يكتمل النمو ابو السيور لما يكتمل النمو الاصلي بيبيض من 10 ل 18 بيضه. لو انتوا شايفين اهوت البيض 7 بيضات اهوت، احنا ان شاء الله احنا مخرمين، لو خدت بالكم مخرمين البيض، مخرمين قصد مخرمين الحوض البلاستيك الصغير ده هو عشان خاطر برضك البيض لازم يحتاج تهويه. فاحنا ان شاء الله باذن الله تابعونا ان شاء الله لما البيض يفجس، وان شاء الله هنوريكم كل حاجه على الطبيعه. احنا ان شاء الله هنكتفي بالاحكام عشان خاطر لو البيض فاق امسك يحيى. هنكتفي بالاحكام كويس عشان البيض لو فلس يطلع التعبان ما يحاولش يطلع من المكان ده هو، وهحطه في مكان رطب هو على جنب اهو فوق اهو تمام. حطنا في المكان اهو، حطيناه في مكان على جنب اهو تمام، ودي الرمل اللي تحته رمل رطب ومكان وجو ان شاء الله مناسب ليه لفكس البيض، وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض اهو. كان معاكم عبد الحميد الحداد صياد الطبيعه، احنا بنحاول نوريكم الشيء الجميل على الطبيعه، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.